السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأهل الدول الجزائري سعد بن رحمة إلى نهائي دور المؤتمر الأوروبي عقب فوزه رفقة ناديه وستهام الإنجليزي على نادي ألكمار الهولندي بنتيجة هدف دون رد. وشارك مهاجم الخضر أساسيا في اللقاء قبل أن يستبدله مدربه في الدقيقة 75 من عمر اللقاء. ويعد بن رحمة أول لاعب جزائري يبلغ نهائي هذه المنافسة الأوروبية حادثة النشأة منذ إطلاقها سنة 2020-2021. ويذكر أن مواجهة الذهب التي أقيمت على أرضية استاد لندن الأولمبي انتهت بفوز رفقاء الجزائري سعد بن رحمة بهدفين لواحد. وقامت جماهير نادي ألكمار الهولندي بعد الإقصاء ضد ويستهام يونايتد بالاعتداء على أقارب وعائلة اللاعب الجزائري سعد بن رحمة في المدرجات قبل أن يتدخل سعد بن رحمة ولوكاس باكيتا وفلين داونز ويدافعون عن أقارب اللاعب الجزائري سعد بن رحمة والذي هاجمهم مشجعي نادي ألكمار الهولندي. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد.